ان بروستودونتيك ان جنرال مصطلحات عامة يعني بما يتعلق بصناعة الأسنان. جاي يسمعوني تمام مو الصوت؟ نعم دكتور، تمام صوت. جيد. اليوم المحاضرة الثانية بعنوان Anatomical Landmarks. A good knowledge about the intraoral landmark for maxillary and mandibular arch will help the dentist to carefully manage the patient and what it will act as a positive guide to limit of the impression and denture extension. يعني الدنشر عندنا upper denture ولور denture. الأبر دنشر للماكزيلا واللور دنشر فور ماندبل. لازم نعرف الاناتومي مال الماكزيلا ومال الماندبل اللي هو يجي بكونتاكت ويا التركيب مالتنا. الاناتومي هذا هو عبارة عن عدة أجزاء اللي هن يا أما يكون limited structure ويا أما يكون supporting structure ويا أما تكون relief area أو relief structure. هذا النسيج اللي هو تحت التركيب سواء العلوي أو السفلي حسب المناطق والأماكن بالفك الواحد، أكو مكانات تكون داعمة للتركيب مالتنا اللي نستخدمه، يعني تطيف الثباتية مكانه والدعمة، هذه احنا نسميها supportive structure، يعني التركيب خلي نقول يستند عليها. ويا أما تكون limiting structure. limiting structure هي الحواف مال التركيب، الامتداد مالتها بحد هذه الأنسجة، وهم راح نحكيهن هن ياهن الليمتينج أصلاً وياهن السبورت، بس جاي أحكي إن جنرال. والرليف أريا هي المناطق اللي نخفف بيها الدنشر أو التركيب مالتنا بحيث ما يضغطنا عليها، لأن راح الضغط عليها راح يطلع لنا بنتائج سلبية على التركيب. وهسه راح أقول لكم شنو المناطق اللي نخففها وليش أصلاً نخففها، والسبورتينج ستركتشر هم أيضاً راح نشرحها هنا، يا هن المناطق اللي يستند عليها خلينا نقول التركيب أو البروستيسيس مالتنا يقعد، والليمتينج ستركتشر هن البوردر أو الحواف مالت التركيب مالتنا. زين، طبعاً اليوم المحاضرة بما يتعلق بالماكزيلري اناتوميكال لاندمارك، يعني راح نحكي للماكزيلا للفك العلوي فقط. المحاضره اللي بعدها راح ناخذ الماندبيولر اناتوميكال لاندمارك، يعني المحاضره الثالثه ان شاء الله. فاذا نبلش بالليميتنج ستراكشر، شنو نقصد بيها؟ الليميتنج ستراكشر هي اللي تحدد لنا ال extent of the denture، ال border extension of the denture. ياهن هذا يا نسيج اللي موجود جوا التركيب اللي يحدد لنا ال border of the denture. أول واحد هو ال labial frenum. It is an a fibrous band covered by mucous membrane that extend from the labial aspect of the residual ridge to the lip. السهم اللي موجود قدامكم هذه البارت اوف ذا اللي هو فايبرس باند اللي هو بميوكس ممبرين اصلا، او هذا خلينا نقول اللثه اللي نازله اللي هي تصير فرونتال، هذه احنا نسميها يعني اماميه نسميها ليبيال فرينم. هذه المفروض الدنشر يوصل لها ويتوقف، يعني الرسم رسم حولها داير ما دايرها، ما يصعد فوقها التركيب، ما يدخل بها، يعني لان راح يسوي لنا بها امبنجمنت، راح يسوي لنا بها دامج، لذلك هاي يعتبرها شنو كبوردر او حافه للتركيب. زين، صوتي هسه بالرسائل جاي يدزون الصوت يقطع، اكو من يسمع صوتي واضح حتى نعرف مشكله النت يمي لو يمكم او يم اللي صوتي يقطع يمه؟ ايه دكتور واضح، الصوت واضح، معناها اللي داز لرسائل يما المشكلة واضح. اوكي،
تمام زين. الجزء الثاني من الليميتنج ستراكشر هو الليبيال فيستبيول اللي عليها هذه السهم. That portion of oral جزء الفم which is bounded by one side by teeth, gingiva and alveolar ridge in edentulous mouth and residual ridge and on other side by lip and cheek. اللي هي محددة بيمن من جهة هي الأسنان والجهة الثانية اللي هي الشيك واللبس الشفة والخد. هذه الجهة الظاهرية والجهة الداخلية هي الأسنان. المهم هذه المسافة اللي هي من الفرينيوم هذا اللي من الساعة أخذناها اللي هي البداية الحد ما راح تجيكم أيضا هسه اللي هي البوكال فرينيوم، هاي كلها احنا نسميها شنو؟ ليبيال فيستبيول. النهاية مال هذه اللثة أو مال هذا العظم احنا نسميها ليبيال فيستبيول، لازم يوصل لها التركيب ويتوقف. زين بوكال فرينوم ذيك كانت اللي أمامية هي الليبيال فرينوم، هنا اللي عليها السهم هاي اللي هي البوكال فرينيوم. راح تلقوها شلون الجزء من القم نازل اللي هو من التشيك نازل لنا على اليمن على الرج، سنجل اور دبل فولد نفس ذيك هم فايبرس وبيهم يوكس ممبرين برود اند فان شيبد سيبريتد ذا ليبيال اند بوكال فيستبيول. اذا وخلي اخذ لكم الاخيره حتى تكون عندكم هم صوره اللي هي بوكال فيستبيول ات از اكستندد فروم بوكال فرينيوم انتيريرلي تو هاميولار نوتش بوستيريرلي. نهايه الفك العلوي نسميها هاميولار نوتش للاخير كلش قبلها طبعا تيوبروسيتي هسه نحكي عنها بس اللي قبل النهايه النهايه جدا هي الهاميولار نوتش. المهم على هاي الصوره اللي قدامنا هسه اكو اربع مناطق هي limiting structure اللي هن نجيهم بالسرعه. الاولى بالمنتصف مالت الفك هي الليبيال فرينيوم اللي هي قلنا هاي جزء القم النازل ليبيال فرينيوم. زين والجزء الثاني هو الليبيال فيستبيول الامتداد من الليبيال فرينيوم المن للبوكال فرينيوم اللي هي موجوده هم قلنا جزء القم النازل. ما بعد أو وراء البوكال فرينيوم أكو البوكال فيستبيول. إذن ليبيال فرينيوم ليبيال فيستبيول بوكال فرينيوم وبوكال فيستبيول هذن الأجزاء الأربعة هن limiting structure يعني يوصل التركيب إلهن لحافتهن ويقفل ما يمتد أكثر. ليش؟ لأن إذا أجى على الفرينيوم سواء ليبيال أو بوكال راح شلون اللي يجرحها شلون اللي يقصها التركيب لأن هي جزء متحرك. وإذا أجى على الليبيال أو بوكال فيستبيول راح يجرحنا بالخد فالتركيب النهاية مالته راح تكون اللي هنا. طبعا يا تركيب الكومبليت دنشر تركيب الكلي كومبليت دنشر. زين هذا بالنسبة للجهة الأمامية أو الوجه مال التركيب شنو الليمتنج ستراكتشر مالته. طبعا قلنا بالنص ليبيال فرينيوم على الجهات اثنيناتهن اكو ليبيال فيستبيول يمين ويسار بعدين تجينا بوكال فرينيوم اللي هي قلنا شلون الجنجفا او النسيج النازل بوكال فرينيوم بايلاترال هم من الجهتين وبعدين بوكال فيستبيول ايضا بايلاترال هذا من الجزء برا. زين الجزء الداخلي اكو شنو اللي هي الفوفيا بلاتاين هذه ايضا هي عباره عن شنو عن دكتورة كطلاب معلقين بعدهم بالانتظار يعني المحاضرة بالعشرة ونص وانا سويت هذا يقول سويت بالدعش الا عشرة ادمت للكل دخلتهم هسه بهدعش الا خمسة وين كانوا فهذا كان وياي بس فصل عند النت ورجع من جديد يعني دكتور ترى من تدخل وتطلع يعني يفصل عندك النت او شيء من ترجع الا
بموافقة المستضيف يعني. وهذه تعرف انت مشاكل النت مشكلة يعني، هاي مشكلة هسه فاتحها كلها مسويها مفتوحة. يلا اوكي تمام. زين، هسه عندنا الجزء النهائي اللي هو قلنا التركيب ما دام اجوا، الجزء اللي برا، الجزء اللي بالواجهة، التركيب عندنا لابيال فرينيوم، لابيال فيستبيول، وبوكال فرينيوم، بوكال فيستبيول. زين، من جهة البلت اكو الفوفيا بلتاين، هذه شنو؟ هاي they are two indentation on each side of midline. طبعا هي جايه من شنو؟ من التحام الماينر salivary gland. ماينر salivary gland they act as a guide in location of vibrating line of the posterior border of the denture. تفولي الفوفيا بلتاين هي هاي عباره عن النقط اثنين موجوده باللهات او بنهاية يعني السوفت بلت، هو هذا احنا نعتبره مالت البيشنت. هذن النقط الاثنين هنا عباره عن اجتماع مجموعه من السلايفر جلاند اللي هي الماينر الصغار سلايفر جلاند. زين، هذه النقطتين ذني تقدر تنتبه لهن وتشوفهن inside the patient mouth بفم المريض، يحددن مكان الفايبريتنج لاين. راح تسألون شنو الفايبريتنج لاين؟ الفايبريتنج لاين هو فد imaginary لاين، فد خط وهمي ما موجود على أرض الواقع، يعني مو فد شي تشوفه أنت تتخيله وترسم الفايبريتنج لاين. هذا الخط مال الفايبريتنج لاين اللي هو يجي مباشرة فوق هذن النقطتين الفوفيا بلتاين، من ترسمه لازم قبله بمليمين البوستيريور بوردر اوف ذا دنتشر. تمام، يعني الفوفيا بلتاين ذني اللي نشوفهن بفم المريض هن طبعا موجودات ذني بفم المريض الفوفيا بلتاين، يحددن الفايبريتنج لاين، يعني نقدر نرسم فوقاهن خط. هذا الخط vibrating line هو ما موجود، يعني ماكو فد شيء structure او ماكو شيء، هو فد شيء وهمي احنا نرسمه فوق هذن الخطوط الثنيين حتى ما قبله تكون ال posterior border of the denture. زين، فقلنا هذا imaginary line on the posterior portion of the palate marking the division between movable and immovable tissue of soft palate, which can be identified when the movable tissue are moving. The posterior border of the denture known as posterior palatal seal area. زين، قلنا الفوفيا بلتاين ذن النقطتين اللي هن عبارة عن السلايفة سكريشن مالتها يكون بهاي الاريا، احتمال ايضا يكون السلايفة سكريشن خفيف او ثكي اثرن على الدنشر، لذلك لازم الدنشر يكون قبلهن. فهن فوق الفوفيا بلتاين رسمنا الفايبريتنج لاين، هذا الاماجينري لاين او الخط الوهم اللي رسمناه حتى قبله يكون البوستيريور border of the denture، وهذه الاريا اللي هي البوستيريور border يسمونها posterior palatal seal area، يعني هذه هي المسؤولة عن التصاق التركيب بمكانه الصحيح. لأن تدرون الكومبليت دنتشر الثباتية مالته يعتمدنا على النيجاتيف بريشر، على الضغط السلبي، يعني تجمع اللعاب بين السلايفة بين التركيب وبين القم هو المسؤول عن ثباتية الدنتشر ورا ما تسوي سيل أو للبوردر مالته، يعني يكون الحواف مال التركيب قاعدة مباشرة بمكانها الصحيح وحاجر بين التركيب وبين اللثة سلايفة فيثبت التركيب. فهذه المنطقة اللي هي بوستيريور بلاتال سيل اريا، شلون نقول الالتصاق النهائي، هاي جدا مهمه بالتركيب، هي المسؤوله عن الثباتيه مالته، وموجوده قدامكم بالصوره. زين، ذيك كانت ليميتنج ستراكشر، يعني شنو ليميتنج ستراكشر؟ يعني يوصل التركيب الهن ويوقف، ينتهي خلاص، يوصل التركيب الهن ويوقف، ما يستمر فوقاهن بعد، ما نقدر نخلي فوق الفوبيا بلتان التركيب، ما ممكن نخلي فوق الليبيال او البوكال فرينيوم او فوق البوكال والليبيال فيستبيول، يعني يمتد زياده باتجاه الخد، فهذني ليميتنج ستراكشر يحدد لنا البوردر او النهايات مال التركيب. زين، هسه نجي للسبورتنج ستراكشر.
السبورتنج ستراكشر هاي شنو؟ هاي اجزاء من البون عظم ذيك كانت شنو سوفت تشو، انتبهوا ذيك كانت سوفت تشو ليميتنج محدده، هذه بون عظم، هذه هي اللي تعطينا السبورت او دعم للتركيب. They show minimal ridge resorption even under constant load، يعني حتى تحت الضغط والأكل المراجع الماستيكيشن اللي سوالونج وهو يأكل ويبلع هذني يشو يعني show minimal ridge resorption، فقدان بالعظم يكون قليل جدا لأن فوق الضغط، يعني تدرون أنتم العظم إذا تضغط عليه بفترات مستمرة راح يصير له resorption، هذا الشيء الطبيعي وعلى هالأساس يشتغل تقويم الأسنان. لذلك تشوفون من يربط التقويم مال الأسنان البراكت هذا السيم يظل يسحب الأسنان على كيفه بفترات طويلة، الضغط على العظم هو يخليه يتآكل من جهة وينبني من جهة ثانية. هنا نفس الشيء، بس هذه تشو يعني تبين لنا أنه أكو فد امتصاص قليل جدا بالعظم. زين. The denture should be designed such that most of the load is concentrated on this area which include. وبالتالي لازم التركيب مالتنا من نصممه ومن نصنعه يضغطنا على هذن المناطق حتى يطن الدعم للتركيب. زين. يا هذن المناطق. هن يا أما يكون primary stress bearing area أو بالصورة اللي وراها secondary stress bearing area. يعني شنو؟ شنو نقصد بالبرايمر والسكندري؟ البرايمري هي مناطق الدعم الأولية، يعني هاي هي اللي تشيل، شلون نقول مثلا الرئيس وذيك النائب مالته، فالرئيسية المناطق الأولية هي البرايمري stress bearing area. ايش تشمل انه الهارد بلت واللاترال سلوب اوف ذا ريزيدوال ريدج، يعني الهارد بلت صف البلت مالتنا هذني من الجهتين بايلاترالي، والشغلة الثانية اللي هي الشغلة الثانية هي اللاترال سلوب of the residual alveolar ridge. زين. السكندري ستريس بيرنج اريا يعني النائب مال الرئيس قلنا او الباب الثاني بالدفاع او بالسبورتس مال الدنشر هي الروجي اريا والماكسيلاري تيوبروسيتي. روجي اريا ماكسيلاري تيوبروسيتي، هسه راح نبدا نحكي بيهن ونسولف بالتفاصيل. اول شغله هي الهارت بلت، هاي هي انتيريور ريجن اوف ذا بلت فورمد باي بلت اند شيلف اوف ماكسيلاري بون ويتش ميت ات ذا سنتر تو فورم ميديان سوتشر. اللي تشوفونه قدامكم هذا الارش، اجزاء الهارت بلت هذه اللي هي بداخله اللي هات مال المراجع، ذن الجهتين بايلاترالي هي هاي هارت بون وقويه وما معرضه للريزورفشن جدا قليل، لذلك نعتبرها كستريس بيرنج. ستريس بيرنج يعني شنو؟ بيرنج تحمل ستريس ضغط، فهي برايمري ستريس بيرنج اريا تتحمل الضغط العالي وهي الاساس. زين. الثانيه هي الريزيدوال ريدج سلوب. طبعا احنا هنا السلوب شنو؟ مو النهايات مالاتها، لان النهايات مالاتها راح نعتبرهن بالرليف بعدين راح تجينا نسولف عنها. انت فولي الهارد بلت هذني اللي موجوده قلنا لهات المراجع، الريج حتى هسه راح اطلع لكم بالسلايد اللي قبله ما يتعلق بالرج هو اللاترال سلوب اوف ريزيدوال ريدج، ما قلنا النهايه، ما قلنا القمه مالت الرج، يعني ما قلنا هاي اللي عليها الخط الاخضر، هذا اللي عليها الخط الاخضر هذا القمه مال الرج، مو هذه هي البيرنج اريا، لا اللاترال سلوب يعني الميلان، هاي المنطقه اللي هي نازله من الرج ورايحه باتجاه الهارت بلت، هذه هي تعتبر شنو؟ البرايمري ستريس بيرنج اريا. طبعا هاي resorbed rapidly following extraction، طبعا هاي الرجة يحكي انه هو يصير لها بها resorption، لذلك احنا ما نحول نسوي عليها شنو ضغط، هذا الخط الاخضر هذه بساعة يصير بها resorption، ما تعتبر primary stress bearing area. السلوب مالتها باتجاه الهارد بلت الميلان مالتها هو هذا يعتبر primary stress bearing area، هو والبلت. ليش خاف يجيكم؟ لأن الريزوربشن مال البون يكون مينيمال قليل جدا، يكون الريزوربشن اوف بون بهذه المناطق. زين. هسه لما نجي للروجي اريا، الروجي اريا هي بالضبط
هسه لا تقدرون تتحسسوها بعد السنترال انسايزرز هذن يعني انتم هسه اي واحد تقدر تتحسسها بلسانك. المكان اللي هي البين منعرجات بظهر الاسنان السنترال واللاترال هذه هي المنطقه يسمونها روجي اريا. طبعا هذه هي فولت اوف ميوكوزا، لان صايره فولت وثك تلاحظونها انه هي ثك وهارد تختلف لنا عن بقيه النسيج اللي موجود بالفم، نقدر نعتبرها كشنو سكندري سترس بيرنج اريا او سبورتنج اريا. انتبهوا للبرايمري والسكندري، هاي مهمات تجيكم بالامتحان، من هي البرايمري من هي السكندري وليش اصلا سكندري. هذه ليش سكندري؟ لان هي مو جزء بوني وانما هي فولد اوف ميوكوزا وثيك ميوكوزا، بينما البلت لان هو هارد بارت اوف بون وقليل الريزوربشن اعتبرنا برايمري. زين هسه شنو عندنا؟ ماكسيلر تيوبروسيتي موجود بالصوره هذه اللي عليها الدوائر السمائيه. من الساعه من سولفنا قلت لكم الهاميولر نوتش، الهاميولر نوتش شنو؟ ورا هذن الدوائر شايفين النزله مال الرج، هذه النزله يسمونها هاميولر نوتش، هذه تحدد لنا النهايه مالت الدنشر، هنا راح ينتهي اللي هي مكان البوكال فيستيبيول. زين هسه الماكسيلر تيوبروسيتي ات از ان ابوبلس اكستنشن اوف رج or residual ridge in the second and third molar region, the posterior part of the ridge area and the tuberosity considered one of the most important area of support. ليش؟ لأن هي least likely to resorb. يعني ما يصير بها resorption. ما يصير بها resorption قليل جدا لتيوبروسيتي. لذلك نعتبرها شنوة؟ secondary supportive area. طبعا هو هسه راح تتساءلون يقولون مو الهارد بلت نفس النتيجة، هم ذاك بون وهاي بون، يختلفن بكمية. صح انه هن الريزوربشن يكون قليل، بس على مدى الوقت بمرور الوقت هسه انا تجيني البيشنت تلقى التيوبروسيتي كلش صغيرة، لان هذا قديم الاكستراكشن جدا، فيصير لبينما البلت لا دائما يبقى محافظ على وضعه. تمام. والروجي اريا قلنا لان هي thick fold of the mucosa. جهة البلت هذه برايمري سترس بيرنج اريا اللي هي قلنا البلت، ما عدا هذا بس المنتصف، الخط اللي بالمنتصف واللي هسه ممكن انتم اصلا تتحسسونه حتى بلسانك، تحسك فد نزله بسيطه بمنتصف الفم، هي هاي التقاء العظمين مال البلت. لازم نخلي لها ريليف لان هذه سنسيتيف اريا. شنو نقصد سنسيتيف اريا؟ منطقه حساسه بيها اوعيه دمويه بيها اعصاب اللي هي منعتها تتوزع للجهتين، لذلك لازم نسوي لها شنو؟ ريليف. زين طبعا هي هذه اخر سلايد. وبالاضافه لمن للكريستوف ذا ريزيجوال ريج، ايضا قلنا النهايات مالت الريج ايضا لازم نسوي لها شنو؟ ريليف. فبهذه المحاضره اخذنا اناتوميكال لاند مارك مال الماكزيلا فقط، الفك العلوي فقط، بيها شنو؟ بيها سبورتنج ستراكشر الاجزاء الداعمه، وبيها ليميتنج ستراكشر اللي هي النهايات مال التركيب، وبيها الريليف الريليف اريا اللي هي لازم الدنشر ما يسوي لنا ضغط عليها نهائيا. زين هسه بصراحه هنا أنا خلصت المحاضره. اكو احد عنده سؤال ما افتهم شيء يريدنا نعيد له فد شيء معين؟ دكتور بس هاي مال برايمري والسكندري، يعني بدك توضح ليش هاي برايمري وليش هاي. جيد السبورتنج ستراكشر احنا قلنا عندنا اول شيء اخذنا شنو؟ ليميتنج نهايات البوردر مال دنشر وريليف اللي نسوي لها الراحه قلنا وما نضغط عليها. سبورتنج ستراكشر على نوع العظم اللي موجود عندنا او نوع النسيج الموجود عندنا تتقسم الى جزئين. عوفك هسه من الجزئين، هي هاي تعتبر كسترس بيرنج اريا، هذه مناطق تتحمل الضغط، تتحمل الضغط، لذلك التركيب لازم يجي عليهم. زين ليش قسمناهن؟ حسب القوة مالتهن. الهارد بلت رقم واحد أقوى عظم عندنا، لذلك اعتبرناه برايمر سترس بيرنج أريا، واللاترال سلوب كذلك اللي هو أصلا يمتد ويدخل بالهارد بلت. هذني خلاص بالماكزيلا جاي نحكي، هذني خلاص برايمر سترس بيرنج أريا على نوعية العظم اللي بيهن. زين السكندري شنو؟ اللي هي التيوبروسيتي والروجي أريا.
الروجي اريا هي فولد اوف ميوكس ممبرين اللي هي ثيك تصير بعد السنترال انسايزر، وهذه هي لان فولد بس ومن سوفت تشو صحيه هارد فاعتبرناها كسكندري ستراس بيرنج اريا. والتيوبروسيتي الريزوربشن مالتها نوعا ما يكون اكثر بمرور الوقت من يتقارن ويا الهارت بلت، لذلك نعتبرها سكندري والهارت نعتبره شنو برايمري سترس بيرنج. هسه واضح تمام؟ واضح دكتور واضح. زين اكو سؤال ثاني بعد؟ العفو دكتور، شنو تقصد بالضبط؟ تقصد على شكل ال انا اقول لك شنو اقصد بالضغط، يعني هسه انت من تاكل باسنانك يجي الضغط وين؟ على الاسنان مو تمام؟ بالتركيب هذا، لان تركيب كلي عباره عن اسنان واكريليك، من تجي الاكل على جهه معينه كل التركيب راح يضغط على النسيج اللي جوه، كله يضغط على النسيج اللي جوه، راح يضغط على اللثه اللي جوه، خلينا نقول بصوره اوضح على اللثه. زين اذا التصميم مال التركيب مالتي خاطئ راح يضغط على مكانات المفروض ما يضغط عليهن، يعني يطيق ضغط مثل خلينا نقول على انسسف بابله، قلنا هذه بيها وعاء وبيها فيزلز وبيها نيرفز، اذا ضغط عليها راح يضغط على عصب وراح يسوي لنا مشاكل. لذلك قلت لك اكو برايمري سترس او سكندري سترس يعني سبورتيف اريا، واكو ريليف واكو ليميتنج ستراكشر. تمام تمام دكتور. اكو قلت جواب لان الريسوربشن مال البون يكون قليل، هذا يا سؤال الريسوربشن اوف ذا بون اللي هي بالسترس بيرنج اريا، ليش نعتبر البلت كبرايمر سترس بيرنج اريا؟ او يمن يجينا سؤال من البرايمر سترس بيرنج اريا البلت لو الكريستوف ذا ريج راح نقول البلت، ليش؟ لان الريزوربشن اوف ذا بون يكون قليل جدا. تمام دكتور بس عيدها لان ما فهمتها. ما فهمتها البلت اللهات مالتنا هذه البلت البونز بايلاترالي، الريزوربشن مال البون يعني فقدان العظم بهذه المنطقه يكون قليل جدا، حتى ذات تضغط عليها باستمرار، حتى من يجي ضغط لان هو قوي جدا يستحمل الضغط، لذلك نعتبره برايمر سترس بيرنج اريا لان يستحمل الضغط. وضح الدكتور. زين اكو بعد سؤال؟ اكو شيء ما فاهمينه طلاب؟ محاضره واضحه دكتور سهله شويه. يلا جيد، هاي شو نريد احنا؟ احنا نريدها سهله وتفتهموها، يعني ماكو سؤال بعد دكتور. بس نريد امتحان الاسبوع الجاي يومي. والله انا اشوف الوضع، اشوف شنو كم محاضره، لان ما هيك ما قليله، اشوف ارتب لكم كم محاضره وارتب لكم اياها. بصراحه احنا عندنا هنا اجت بتعليمات الوزاره الاونلاين الكويزات المفروض تتوقف بالاونلاين نهائيا وتبقى كلها بالكلية، فأنتم تداومون يوم السبت أصلا للكلية لو ما عندكم شيء لا مختبر ولا شيء؟ لو عندكم مختبر لا عندنا يعني. عندنا يوم السبت. يوم السبت شنو جدولكم؟ عبارة عن شنو؟ هو بس لابات عندنا ما عندنا اسمه. اي كم واحد وعدكم وقت؟ ثلاثة. يمتى فراغكم؟ ما عندنا فراغ، يعني لسنتين ونص احنا نبقى. زين دكتور احنا بس عمود نعرف نمط الأسئلة فقط يعني لا أكثر، يعني بس احنا نريد مجرد اسئله هيك حتى نعرف طبيعه الاسئله اللي راح تجينا. اوكي مو اسمعني، مو هي شنو الاعتماد على هذه الاسئله الالكترونيه؟ ماكو مشكله انا ارتب لكم اسئله، بس قصدي الاعتماد على الاسئله الالكترونيه لحد الان صاير عليها اختلاف انه المفروض تكون ورقيه. احنا ان شاء الله انا اسوي لكم يعني تجارب بدون درجات، هيك بس اختبار. ان شاء الله سهله ان شاء الله. تحضروا على الاسبوع الجاي ان شاء الله المانديبولر اناتوميكال لاند مارك. اوكي تمام دكتور، شكرا. مع السلامه.